مساء الخير. التنمر هو ظاهرة عدوانية كانت تنتشر عادة بين طلاب المدارس، إنما هذه الظاهرة صارت عدوانية أكثر، ومش فقط بين طلاب المدارس، إنما ظاهرة احتلت مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت إلى كاركتر أساسينيشن لبعض السياسيين بلبنان. أساليب مش كتير مألوفة ومجتمع ما بيشبهنا، وعبارات وتنمر وحقد، وما حدا بيناقش بالأفكار، كل الردود بالشخصي وبالتهكم. وما بننسى ما سمي بثورة 17 تشرين والتنمر يلي تعرضوا له بداية مراسلات ومراسلي الأو تي في وكل مين ما بيشبههم بتفكيرهم. التنمر وأنواعه وكيف نتخطى هذا الموضوع، كل هيدا النقاشات رح تكون اليوم بنبض بيروت مع الباحثة والناشطة الاجتماعية أمل البطي زغبي والطالب كميل أبي عادل اللي تعرض للتنمر بالمدرسة وبسبب انتمائه السياسي أيضا. مساء الخير أمل. مساء الخير أدمى. ومساء الخير كميل. مساء الخير. مشاهدينا، قبل ما بلش بالتنمر بدي ألفت للمظهر غير الحضاري وغير اللائق يلي شفناه امبارح بوزارة الطاقة، وما بعرف مين هيدا، يعني ما بعرف إذا في سميها إنسان أصلا، بعتذر على التعبير، يلي قامت بتكسير وبصورة فخامة الرئيس، طبعا لأنه هن ما بيعرفوا يحاوروا وما بيعرفوا إنه الاختلاف أو إنه مقام الرئاسة هو أصلا مقام وطني وبيمثل كل اللبنانيين، فإذا أنتم بتتصرفوا هيك لأنه عادة الإناء ينضح بما فيه، وأكيد أنت مش مؤهل لأنه أصلاً فخامة الرئيس يمثلك. بدي أرجع لكم مساء الخير عن جديد. مساء النور. مساء النور أمل. هيدا الظاهرة هي موجودة من زمان كتير، بس ليش ثورة 17 تشرين أو ما يسمى بحراك 17 تشرين كشف لنا إياها هالقد، وخلى التنمر يصير على سياسيين، على أشخاص معروفين، على مثل ما كنت عم أقول مراسلينا ومراسلاتنا يلي ما سلموا أبداً، ويلي يعني صرنا نتعرض لأم والبي والعيلة والإخوة، شو سببها هيدا الظاهرة؟ سببها أنه هي اعتمدت طريقة، لأنه نحن مجتمعنا بيتميز بناحية كتير كبيرة بالروابط الإنسانية والاجتماعية الموجودة بين أفراده والثقة اللي موجودة نحن بين بعضنا، فاعتبروا أنه لفت أنه نحط حدا بقالب معين ونبلش فيه دغري بطريقة هجومية هالقد على الكاركتر تبعه، اعتبروا أنه هو تدمير لصورته. نحن ما وصلنا، مش بس انتهت القصة بالأشخاص، وصلنا لبولينج على بلدنا كله سوا، مش بس يعني بلشت من اطفالنا بالمدارس اذا تنفسوا فتحوا تمهم عن موضوع سياسي لانه هن ما لازم يحكوا عنه، هيدا القمع، هيدا بالنسبه لانهم هيدا هو القمع، امتدت لانه ينحكى عن الموضوع، عن ما بدي اسميهم زعمائنا، نحن بنسميهم قادتنا بقلب حزبنا، وصلت للمراهقين، وصلت لرئيسنا، وصلت بالاخر لبلدنا، ممنوع بلدنا حتى يوقف على اجره ويتنفس ويكون هو بلد مثله مثل غيره بين الدول الاخرى. كميل، حضرتك تعرضت، كنت عم تقلي من 10 سنين للتنمر. صح. التنمر شو كان سببه؟ أنت كنت حدا يمكن أضعف شخصيتك من غيرك، كنت حدا علاماتك أضعف من بقية زملائك بالصف، لأنه من 10 سنين ما كانت كتير هالقد الظاهرة قوية مثل ما هلأ بين طلاب المدارس عم نشوف بال7 و8 سنين ظاهرة التنمر موجودة. صراحة مزبوط، أنا كنت تعرض للتنمر من وراء بركي بلشت أنه مختلف عن غيري، كنت أول واحد بصفي بمدرسة بجيلي بلبس عوينات بمدرسة. أنا بدي أعتذر منكم، بدنا ننتقل هلأ مشاهدينا مباشرة للمؤتمر الصحفي يلي بيعقده النائب العميد شامل روكوز، رح ننتقل مباشرة إلى هذا المؤتمر الصحفي ومنرجع منتابع الحلقة. إذا مشاهدينا، استمعنا إلى المؤتمر الصحفي للنائب العميد شامل روكوز. بنرجع لموضوع حلقتنا والتنمر. كميل، كنت عم تخبرني قصتك كيف بلشت مع التنمر ولشو تعرضت من 10 سنين لهلأ. من 10 سنين يعني كان عمرك 10 سنين؟ 7 تقريبا. 7، أوكي. كانت بلشت أنه لقيوني مختلف عنهم، أنه باركي حسب العوينات وهيك، وحتى كان باركي بسبب العلامات هالشي باركي سبب ضعف مدرسة. لا يعني أنا كنت شاطر، مش أنه ايه؟ فهن لأنك كنت متفوق كانوا هيدا الشي سبب لك تنمر. نعم. أنت بتدرس كتير وقاعد ورا الكتاب وما بتعمل شيء وما عندك حياة اجتماعية. مزبوط، من هالشي بلشت وضلت تكبر سنة ورا سنة، الموضوع يكبروا فيه، يزيدوا مواضيع غير ما العلاقة، حتى بالمدرسة تكون أمور شخصية، حدا مثل يتمسخروا تلاميذ وهيك، ولحديت ما بعد فترة فاتت سياسة بمجرد أنه نزلت بوست ستوري لرئيس الجمهورية أنه عم بدعمه، ومن هون وبالرايح. هيدا أي سنة تحديدا؟ 2018 تقريبا.
يعني هي ما بلش هيك المزاج يتحول قبل ما يبلش حراك 17 تشرين. مزبوط. أمل، كاميل بحد ذاته كيف فينا نوصفه؟ كيف ولد عمره 7 سنين ببلش يتعرض للتنمر لأنه أشطر منهم، أو لأنه طول عمرنا يعني كنا نستعمل هالترمات نحن وصغار بس ما كنا نفهم قصص التنمر، أنه بيضل راسه بالكتاب ليكو ما بيفا يعني ما بيعمل شي غير أنه يدرس، هيدا التعبير قديش هلأ مأذية فعلا وقديش ممنوعة، أنه ما لازم نستعمل هيك تعبير. من زمان هذا الشيء كان يصير بالمدارس، يعني كانوا يعتبروا انه في حدا عنده نقطة ضعف معينة يجربوا يستفيدوا منها لحتى يتسلوا عليها. لحتى يتسلوا، لأنه كانوا لما يتصرفوا بطريقة التسلية يعني يقعدوا بمعنى يتمسخروا عليه أو يكبوا كلمة معينة بتخصه، كانت تكون ردة الفعل المحيطين حواليهم هي الضحك، فيعتبروا انه واو عم نعمل شيء كتير صح، عم نتسلى فما كانوا عم بيعرفوا انه هن بهيدي الطريقة هن عم بيأذوا هيدا الشخص. وعادة لما الشخص بيكون عم بيتنمر وبيشوف انه وصل لنتيجة انه بينت حالة بينت نتيجة التنمر على هذا الشخص، بحسوا حالهم انه هن نجحوا باللي عم بيعملوه بيكفوا، فهيدا التكفير هو بيكون تدمر صحيح، بيكون عم يتدمر شوي شوي، بيكون صار وسيلة يعني طيعة بين ايديهم لحتى يكملوا يلي عم يعملوا. هن بصير سوجي بيصيروا يعملوا فوكس، واحد بلش بالتاني بكفي معه لانه لقى ردة الفعل حلوة، وهون نتيجة المجتمع اللي حواليه والبوطة اللي حواليه لقى ردة الفعل مهضومية عم نضحك، بصيروا يفوتوا، بتصير تكبر السيركل الناس اللي عم يتنمروا عليه، هو سوجي تبع التنمر عم بيتعرض للتنمر عم بيعاني من التنمر، هن بالنسبة لهم مبسوطين انه ناس عم تضحك لهم. هيدا الشيء من زمان قد ما كان موجود نحن بالمدارس عنا، بالفترة الأخيرة صار في توعية كتير عليه، مشان هيك صار يبين صرنا نسميه تنمر، قبل ما كان معروف بالاسم حتى كانوا يعتبروا انه البولينج أو الأرسلمو. لا بالقبل كان نشوف الولد انه ما بقى بده يروح على المدرسة، هذا الصبي وقشطوا علاماته فجأة، ما كانوا يعرفوا السبب، بعدين على صعيد المجتمع صاروا يدرسوا لقيوا انه لا عم يكون هو في عليه اتاك كتير كبيرة، اتاك على نقطة معينة فيها تكون بوزيتيف او نيجاتيف. هلا نحن بنعرف تماما انه لنعمل اتاك على حدا يعني هو الى اتيري لاتنسيون، بس هو شخصيته بتكون اضعف من غيره، بيبقى قابل لهيدا الموضوع، لان اذا ورد شخصيته قوية يمكن بيضربونه بكفه وما بيتأثر. لكن بسبع سنين كتير قليلة تلاقي ولد تكون هالقد شخصيته قوية مقبيل الكل، وخصوصي كاميل كان عم بيقول من شوي انه هو ما كان عنده كتير رفقة، صح. نفس الوقت كان عنده هو منطور. كاركتير ملفت للنظر انه هو حط عوينات اول واحد بين رفقاته، والولد بالمدرسة هو بقلب غرفة مع بعضهم، هن بهيدا ايزولي بعاد عن برا، ما عندهم شيء يتسلوا فيه، بدهم يفتشوا بقلب مطرح ما هن موجودين على شيء يتسلوا فيه، لقيوا كاميل، ولما ردت فعله كانت انه هو كان يمكن اثر فيه التنمر، لقيوا حالهم هن مبسوطين ساتيسفايد، عملوا وصلوا للهدف، وصلوا للهدف تبعهم، وبلشوا يكتروا لاكثر واكثر، وبلشت تتابع. عم بيقول لها 10 سنين الخبريه، مع انه هو مثل ما شفنا كلنا سوا هلا شخصيته هو اخذها ميشن بحياته انه ضل يحكي عن التنمر لحتى العالم تستفيد من هذا الشيء، وبعضهم مصرين انه هن يكفوا عليه تنمر. حتى هلا كنت عم تقول لي انه نحن وعلى الهوا في ناس عم تبعت لك مسج، بس انا عندي سؤال، هدول الناس ليش انت بهيك مثل ما بنحكي بالعربي ليش بتعمل لهم قيمه وبترد عليهم؟ انا مش قصة بعمل لهم قيمة، بس هي مجرد انه شخص او شخصين بلشي، انا ما كنت رد من انا وصغير، هالمجموعة تكبر وتكبر وتكبر لكبرت لصارت اكتر من 50 واحد، مشان هيك انا بفكرت بيني وبين حالي انه ما بقى بسمح لاي حدا يجي ويقرب صوبي او يحكيني كلمة، يعني ما بقى بسمح حدا يجي ويهيني يقرب صوب شرفي وكرامتي. يعني بالنهاية سنة الماضي صار معي بروبلام كتير كبير، للأسف إنه وصلنا الأمور قضائياً، قد ما كان شيء تقدمت بشكوى ضد الأشخاص اللي كانوا عم يتنمروا عليه، ضد بعض الأشخاص نعم، لأنه بمجرد إنه شافوا وجهي على التيفي على شاشتكم المحترمة بلشوا يتنمروا هيك، أنا بطبيعة الحال صرخت عليهم، حملوا هالفويسات ونشروا ليهم وين من كان، ما عرفت إلا العشية لأنه صاروا رفقاتي خارج لبنان إن كان ناس تخرجوا من المدرسة اللي أنا كنت فيها يجوا يبعتولي نحن وصلنا عنك إنه هيك 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 عم بيصير. فكرت بيني وبين حالي حتى تقدمت بشكوى تأحصل على حقي، لأنه بصراحة حتى لليوم هالناس بعد ما استوعبت قيمة الشيء اللي عم بيعملوه، في تلاميذ عم تنتحر من وراء هالمواضيع هيدي. في حكيتينا نحن عم نحضر تحت الهواء إنه في
احدى الفتيات صار معها انوركسيا، يعني نوع من انه تنقطع عن الاكل كليا، وهذا الشيء بيؤدي الى مرض يعني بعدين والى وفاه. كانت خبرتنا احدى الصديقات عن هذا الحاله، هي اختها، حكيت عنها، عملوا فوكس عليها جسديا، اعتبروا انه جسمها في شيء اضطرام بجسمها، عملت انوركسيا هي لانه كانت يمكن مليانه شوي، فاضطرت انها تقطع الاكل لتضعف. قطعت الاكل ووصلوا لمطرح قطعوا الامل منها، يعني حتى ما كان في حل، حتى تتروح على المستشفى تحط الدواء ما كانت عم تقبل، لا قدروا قلعوا معها بعد مرحله كثير طويله ومعاناه مش لها وحده، يعني نتيجه التنمر ما بتكون على الشخص لحاله. انا بالنسبه لي بشوف التنمر نتيجته مثل نتيجه معالجه اللي بيتعاطى مخدرات، يعني هي صار بقلب سيركل معين، انت بدك تجربي اللي حواليه بدهم يطلعوا منه باي طريقه اللي كانت، بده علاج نفسي، بده علاج اجتماعي، بده علاج جسدي من بيولوجي كمان، يعني بتلاقي حالك بتلاقي هذا الانسان صار بمطرح سيركل مسكر عليه. بدك نحن كاهل او نحن الاشخاص المعنيين بهذا الموضوع بنحس حالنا انه ما بقى قادرين نعمل شيء، هذا الحدا عم بيعاني، هو مرض اجتماعي بالنهايه نتيجته، ويطلع منه بده الكل يكونوا عم بيشاركوا، يعني اصحابه كميل اللي لعبوا دور كتير بحياته هن اصحابه يلي ساعدوه، يلي هن اصحاب البوزيتيف، يلي هن مش يعني اصحابه اللي يلي كانوا واقفين حده بهذه المرحله ضد يلي عم يتنمروا، يلي من كل الاعمار كان عنده اصحاب من كل الاعمار، وشخصيته يلي هو قدر بقراره قدر يتخطى، مثل ما انتبهتي هو قال انا ماني قادر خليهم يصيروا اكثر من هيك، بقى صار لازم اوقف بوجهن، فردت فعله اكيد ردت الفعل بدها تخلق ردت فعل، بس ما بقنا يعني تعتبر هجوم ودفاع، بطلت حاله التنمر وهو بقلب سيركل مسكر عليه، يعني لما طلع منه هو لما كسر هيدا السيرك هو اللي كسر، وطلعت منه هو من جواته، كانت كتير اهون لاهله للمحيطين فيه انه من انه هن يكونوا عم يجربوا يساعدوه وما قدر يعمل شيء. طب انا بدي ارجع لحاله الولد يلي بيتعرض لتنمر اول مره وثاني مره، دور اهله شو؟ قديش مهم انه ينموا له شخصيته لما يخلوا انه لا انا جاطي ومهذب ما برد على هدول الناس، لا هيدا ما بقى هيدا لطافه ولا تهذيب انك ما ترد على حدا عم يتعدى عليك، من دون ما اقول له كسره وخطه واضربه اكيد، يعني اقدر وازن بين هيدي الشغلتين. في ثلاث نقاط هون لازم نحكي عنهم، أول نقطة هي إنه نحميه من قبل ما يصير التنمر، يعني نحن الولد من هو صغير لازم نكون عم نعوده يقوي شخصيته، ما في شيء اسمه روح وخبر المعلمة، أنت عمول ريفلكس تبعك، يكون عندك شخصيتك تدافع عن الحالة اللي أنت فيها، لأنه هيك هو بيرتاح. تاني نقطة هي أنا نشتغل على أولادنا بالبيت إنه هني ما يكونوا من الأشخاص اللي بيعملوا تنمر، لأنه إذا كانوا من الأشخاص هني اللي بيعملوا تنمر هني كمان عم بيأذوا المجتمع، عم بيأذوا كتير ناس حواليهم، لازم يعرفوا النتيجة، وأكيد هيدا الشيء من خلال أنه نحن ما نكون متنمرين قدامهم، يعني لما يكونوا عم بيشوفوا هيدا الشيء بعيونهم الأولاد أو حدا عم بيتنمر ما تكون الاتيتود هالقد بوزيتيف واو وعم نضحك معهم، لأنه نكون عم نشجعهم يعملوا هيدا الشيء. ثالث نقطة وهي الأساس، لما يصير التنمر نحن بدنا نكون موجودين كأهل، نعرف شو فينا نعمل، يعني نحن ننتبه قبل ما يخبرنا الولد بعمر الستة والسبعة والثمانية، ليه بتكون المرحلة طويلة من التنمر عليه؟ لأنه ما بيخبر، يعني هو ما عنده يصير خايف، لانه بخاف منهم لهود الاشخاص يعملوا شي ردة فعل عليه، وبخاف من اهله من ردة فعل اهله، بخاف على حاله، لانه التنمر مش بس هو تنمر على موضوع سياسي، في يكون تنمر حدا استدرجوه بطريقه معينه، مسكوا عليه شغله ممكن تكون غلطه بحياته وعملوا فوكس عليها حتى ياذوه كمان عليه وما بقى قادر يطلع منها. فبهيدي الحاله الاهل هن بدهم يكون عنده القدره يراقبوا يشوفوا الولد كيف عم بيتصرف، بس يرجع على البيت بالمدرسه هن مش قادرين يشوفوا، هن بالبيت قادرين يشوفوا اذا الولد مثلا. دور المدرسه شو هون؟ كتير كبير، كتير كبير دور المدرسة، لأن المدرسة هي الوحيدة القادرة تستنتج، قادرة تشوف الأستاذ بالصف، قادر يشوف السورفيان بالكور، قادر يشوف هيدا الولد، الولد لما بيصير قاعد على جنب بأنه عم بيتعاطى مع غيره، لما بيكونوا كلهم واقفين بوجهه عم بيضحكوا عليه، أكيد لو في وجود يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة موجودين بالكور كسورفيان، الأساتذة بالصف منتبهين لهذا الموضوع، التلميذ ما بيقبل يشارك، طب ليه منه عم بيشارك؟ فمن هن وصغار لتلميذ ترمينال قد ما مش بس المواد اللي هي إذا بدك اجتماعية أو المواد القريبة من الحياة المعاشة، استاذ المات واستاذ السيانس كلهم عندهم دور، كلهم هون يشوفوا، كلهم لازم ينتبهوا حتى لهذا الصبي انعزل فجأة، لهذا الصبي أو البنت بطلوا عم بيشاركوا، ليه ما بيشارك بصف؟ حتى هن عندهم دور ما يخلوا رفقاته يحسوا أنه هو أقل لأنه علاماته أقل، يعني اليوم التلميذ لما صار فيه أمل بعتقد هلأ، يعني أنه ما بيعرفوا علامات بعضهم،
هلا ببعض صار بس المدارس ما في بالبلتان، بس بالبلتان بالمكسيك ام بلا بدها حتى، تبين. يعني مثلا انا اوقات بسأل ابني انه قديش جاب رفيقك، بيقول لي ما ما بنعرف. بيعرف، ايه ما بيعرف. بالبلتان انا بتنزل اونلاين، بس في اوقات كمان بدنا ننتبه انه بالمدرسه في اساتذه بيحكموا التلميذ، بيقولوا له كلمات معينه بقلب المدرسه صحيح. لانه علامته بهيدي الماده ما منيحه، وبصير هيدي الكلمه لما بيقولها الاستاذ يلي هو مصدر المعلومه بصير رفقاته يقولوها. لما هو الاكبر قدامه المثال الاعلى بصيروا هم يقلدوا. كميل انت من بعد ما خلصت قصة التنمر لأنك بتختلف شوي عن بقية أصحابك، وصلنا كنت عم تقول لأنه صار عندك بروبلم بمعدتك، مشاكل جسدية، يعني هالقد الشيء النفسي قلت لي أنت أنه تخطيته، بس رجع أثر على الجسد عندك، يعني على فيزيك ما صار عندك أوجاع وألام ووجع وتعب وإرهاق. مزبوط، حتى بالليل ما عم بقدر أيام نام من وراء وجع معدتي. أنا عندي رفلو، صار معي تعصيب بالمعدة من وراء الكلمات اللي تلقيتها، انه صراحة ما استوعبت قد ايه عم بتلقى حتى من ناس ما بعرفها ولا هي حتى بتعرفني، مجرد انه كم واحد عرض التاني للبير بريشر تا ينعمل لي هالبولينج. في حتى رفقة الي هن كمان عرضوني للتنمر، بس يصير عندهم مجموعة رفقة بيصيروا يتنمروا علي، هيك بحسوا حالهم اقوى بمجموعة اكتر من انه لوحدهم. فهيدا الشيء كتير أثر فيه كتير، حتى بعلاماتي كتير علاماتي تراجعت، وحتى اللي حوالي أهلي اللي بتشكرهم لأنه كانوا دايما واقفين حدي تعبوا كتير معي، كتير سنة الماضي لليوم كتير تعبوا معي. طيب إذا أنا بدي أحكي عن هلأ التنمر بالمدارس، هذا الشيء موجود يمكن حتى بالدول الأوروبية والأمريكية والدول الغربية أكثر موجود من هون، نحن هلأ عم نعاله أكثر، عم نفهم ماهيته وقديش بيأذي أولادنا وقديش بيأثر علينا سلبا. التنمر يلي تعرضنا له من هيدول السنتين إلى ما هون بدي أحكي عنه معك أمل، التنمر تحديدا على التيار الوطني الحر، على السياسة يلي طبعت بهدول السنتين بانه خالف تعرف نحن القوية انتو يلي ما بتشبهونا، بالتنمر من شخصيات اعلامية معروفة، من سياسيين معروفين، من انفلونسرز وبلوجرز يلي هن صاروا طبعا بيأثروا بالرأي العام اكتر من حيالله حدا، وصولا الى يلي عم بيصير بالوزارات وما بقى في كبير، يعني هيدا التيرم يلي بتوصلي له انه ما بقى في احترام، ما بقى في حدود، ما بقى في كبير. بهيدي المرحلة يعني إذا بدك تقولي هي بلشت ب 17 تشرين، بس هي كانت محضرة كتير من قبل أكيد. يعني أنا برأيي أنا عملت البيك تبعها ب 17 تشرين، هي تحضرت لأنه تحضروا أشخاص معينين ليستعملوا هيدا السلاح، هيدا السلاح يلي كان إجا بلش مثل ما كنا عم نحكي قبل ما نطلع مباشر، بلش بالكاتيجوري داج وكل واحد على حسب عمره، يعني الصغير تنمروا عليه على طريقة، الأكبر شوي بطريقة، تلميذ الجامعة، الموظف بشغله ما عاد يسترجي. هلأ قدي في ناس نحن بنعرفهم بيقولوا لنا نحن تيار بس نحن بشغلنا ما بنسترجي نفتحتمنا لأن بيشحطونا. صارت هيك حالة من التراجع صح والخوف بالموضوع صح. ببلدان معينة إذا بيشتغلوا، لأ أنا عندي قريبين بيشتغلوا برا، أنا هون ما في أحكي وما في أتنفس لأنه هيدا ابني بيشحطوه من شغله أو خيي بيشحطوه من شغله. لو وصلت للأكبر أكتر من هيك اعتبروا تحت شعار انه هيدا الانسان هو بيخدم الرأي العام او بيشتغل بالمجال العام يعني هو نايب او وزير او رئيس جمهورية، فنحن قلنا حق ننزله بالمنخل بين مزدوجين، ننزله بالمنخل مثل ما نحن بدنا، تحت شعار انه نحن بدنا نحاسبه على شو عم بيعمل. راحت الاخلاق، يعني نحن بلشوا يتصرفوا بطريقة ما بتشبه ابدا الكاركتير اللبناني المحترم، الانسان اللبناني اللي هو كان يتسم وحدة قيمه الاساسيه احترام الاكبر سنا واحترام الاخر وما الى ذلك. نسيوا انه هودي ناس مثلنا مثلهم، نسيوا الكاركتير امال انساني يلي انا وانت واي واحد منا ملزمين انه نحترمه لو كان مختلف لو شو ما كان، بيشبهني انسانيا على صورة الله ومثاله، ما لي حق انا اتوجه له باي صفة واعتبر انه في شيء عاطل. هن اعتبروا انه هن يحق لهم، وصلوا لمطر عملوا محاضرات عن الشتيمة، وانا كنت موجودة باحدى المحاضرات لقلهم، قالوا فيها علوا عيار الشتيمة ووصلوا قد ما فيكن بعيار الشتيمة، ونحن موجودين كمحامين حتى ندافع عنكن اذا حبسوكن لننجح ثورة معينة. ليه؟
هذه مفاهيم غربية؟ مفاهيم لا ما أنا مفاهيم غربية، هذه مفاهيم قاضية إذا بدك، هي مستعملة ببلدانهم هن يلي نشروا هيدي الأفكار، هن ما بيقبلوا يستعملوها، هن بالنسبة لهم أصلا ما بيهمون الآخر. يعني بغير بلدان الأوروبية هالقد متقدمة إذا بدك، واللي هن الدومينان بالعالم بين مزدوجين أكيد، هن بيعتبروا هن بالنسبة لهم ما في علاقات اجتماعية. نحن شو اللي منين بتجي هالقيم؟ بتجي هيدي القيم من هالعلاقات الاجتماعية بين الناس، ما بقى منحافظ عليها. اليوم في كتير جيران ما بيحكوا مع بعضهم، اخوه ما بيحكوا مع بعضهم، ليه؟ لان شتموا بعض، عملوا بلوك على فيسبوك وعلى على انستغرام لبعضهم لانه شتموا بعضهم على بسبب لاسباب سياسيه وانتماء سياسي، انتماء سياسي، علما انه الانتماء السياسي ينبع من الديمقراطيه. حكما انا وانت وكميل واي واحد منا لنا حق يكون عندنا راي سياسي معين، والتعدديه السياسيه هي الصح. فصارت اذا بدك صار القمع لدرجه انه بيقولوا لك بالعلن انه نحن ضد كل شيء اسمه انتماء حزبي، انتم غلط لانه عندكم انتماء حزبي. إيه صاروا يشككوا الناس بانه لا انتم ما لازم تكونوا حزبي، لازم تخافوا، لازم تنكروا هيدا العباءه الحزبيه. بس بالحقيقه ما في غير نحن بس لازم ننكر، التيار الوطني الحر هو الوحيد اللي لازم ينكر، بس هي بس على هيدا البارتي بوليتيك المعينه صح. وصلت انه نحن لا فلان عنده لك رح يصدق هو جبران انه عنده باخرة وعنده كاميون وعنده ما سيارة وعنده ما بعرف اذا عنده يمكن عنده سيارته بالكاد حد البيت، بس هو عشوائي رح يخلوه يصدق بالاخر هيدا انه عنده جوبلز والبروباغاند. اكذب مش بتصدق حالك يعني انت. بعد شوي انا يمكن انا قوم احمل المفتاح واطلع بدي ادور وامشي عشوائي قد ما مشيوا بالخبرية بالاشاعات اللي مشيوا فيها، والمجتمع صار ماشي مع الاعلام بهيدي البروباغاندا يلي فيها هي هالقد تنمر، مشوا مع الإعلام وصدقوا بدون براف بين إيديهم. هل قد صار مستوى التصديق عند الناس أو أنه يصدقوا حالة معينة بدون ما يكون عندهم براف؟ كاميل بدأ أرجع للتنمر السياسي يلي تعرضت له من بعد ما تخطيت مرحلة التنمر بالمدرسة يلي بتصير يمكن مع كتير من الطلاب. قلت لي أنه بلش التنمر السياسي لما حطيت صورة لفخامة الرئيس و... مزبوط. شو كتبت عليها وكيف بلش التنمر بهذا الموضوع؟ هلأ هو بوقتها كنا كتبنا أنه معك فخامة الرئيس، والناس صارت تيجي تقول لي يي انت عون نياع وما بعرف شو. انا انه ما كنت رد اول فتره، بس بعد ثوره 17 تشرين كثير تلقيت، كثير انا وغيري من الناس كثير تلقينا، لانه نحن انتمائنا السياسي تيار وطني حر، ما بي يعني هن عكسنا انه بنحترم لهم رايهم بس انه ما حدا يقرب صوب راينا. الناس تيجي بتعتبر انه الشتيمه حريه تعبير، تيجي للواقع 200 بالدستور من قانون العقوبات، 389 و388 من قانون العقوبات بتجازي كل واحد يقوم بالقدح والذم. تلاميذ من عمري عملت اكثر بعد من هيك، يعني نشرت رقمي، قربت صوب اهلي، قربت ما تركت لي شيء ما قالت لي، كان انا سرقت لهم اموالهم، كان انا قتلت لهم اهلهم، كان انا عملت لهم شيء. انت ناهي بالدوله ومش عارف ما هي هيدا صارت مع مراسلاتنا ومراسلينا بالاو تي في، صارت ارقام تتعمم والتليفونات توصل وبطريقه يعني بطريقه مخجله. لاخر شيء صار في هذا النوع من الستريس والضغط والانهيار العصبي يلي ما بين، لانه هن كاركترهم قوي، بس اخر شيء قد ما يكون الانسان قوي بيقشط وبيضعف. صارت مع الكل، صارت معنا كلنا سوا، يعني حتى انا كاستاذه بالمدرسه صارت من بدون يحبطوا بدون يقتلوا هيدا الستاتيو تبعولي، صارت باتصالات معينه يدق ويهددونا ما فيكم تعملوا ما فيكم تعملوا كذا، يهددوا بولادنا، هددوا الكل او تصرفوا بتنمر او حتى يقولوا للولاد انت امك او بيك كذا، يعني انه كانه عم بيقولوا شيء عاطل عنه بالوقت اللي عطي براف، يعني بالنهاية ما عم بيستندوا على أي دوكيما، عم بيتنمروا عاملين فوكس على نقطة واحدة بس تيحسسوا تيصير بالانكونسيان أو بطريقة حياتنا كلنا سوا نفكر هذا الغلط. ايه انت هيدا الغلط، هيدا مش الغلط. وبينت كتير على صعيد الأولاد بريفلكس تبعهم هو أنه أنا صاروا يرفضوا يكونوا مثل أهلهم، وهذا الشيء بين بالفترة الأخيرة لأنه خاصة بأعمار المراهقة. لا خلوني على جانب، أنا ما بدي أتعاطى، بفضل أنا مش مع هيدا بس أنا خلوني على جانب ما بدي أتعاطى، ليه ما بسترجع؟ إيه وهيدا الأوبجكتيف كان تبعها، وإذا بعد استمرت كانت أكثر كان ممكن توصل لأكثر من هيك. حتى بس هلا صاروا عم يشوفوا الحقيقه على فكره. حتى هلا لا في نوع من هيك مثل ما بيقولوا العوده الى شوي المنطق السليم بالموضوع. بينت من امبارح بالفيديو اللي كنت عم تقولي عنه اللي انتشر للانسه او السيده يلي عملت يعني فعلا ما لقينا تعبير، مع انه نحن جدا محترمين، بس ما فيك تلاقي تيرم توصفي يلي صار. لكن يعني بوصف لك اياه بكلمتين، انا
فجور هدفه انها تبين، بس انا بالنسبه لي شفت كثير افانتاج فيه وقلتها وبدل الاولى انه معلش خلوا الناس يشوفوا انه هودي الناس هيك بيتصرفوا، هيدي اخلاقهم، خلوهم يضلهم يتصرفوا بهيدي الطريقه ونحن بنشوف ونحن قادرين نعمل هالايفالويشن ونشوف اذا صح او غلط. الاناء ينضح بما فيه طبعا، واذا انت ما بترد بمحلات معينه بتكون عم تتجاهلي لهيدا الشخص. يعني مرات انا بقول لهم انه يمكن انا في خبر ما بعرف فيه الا من السوشيال ميديا، فما تنشروا لهم اخبارهم، يمكن بتضل معتمه اكثر هيدا الموضوع. شو بتقولي عنه؟ 100% نحن بالنسبه لنا، انا كنت وجوزي كان وكثير ناس كانوا يحكوا عن هيدا الموضوع انه بليز بدكم تعملوا رده فعل، تكون رده الفعل من دون ما تنشروا لهم، لانه نحن عم نعطيهم اهميه لما بننشر لهم. اذا بنعمل ريتويت لحتى ننتقد عليه عم ببين عند الكل، اذا عم نعمل هيدا شير على فيسبوك صورة معينة لحتى عم ننشر لهم فكرتهم. نحنا بنشتغل بأخلاقنا، بس بمكان ما قدمة إذا نحنا ما جوابنا كمان استوطوا حيطنا، يعني الناس اللي حوالينا. إذا اعتبرت أنا في وراي ناس بيهمهم رأيي، يوم اللي أنا ما بجاوب، لما أنا ما بجاوب حدا معين على موضوع هني بعضهم مش مجاوبين، مش فاشين خلقهم. لما أنا بجاوب كمان في ناس عم بيعتبروا أنه لا معك حق، فأفضل أنه نحكي، بس بشرط أكيد نكون أكيدين من اللي نحن عم نقوله، ونحن نكون عنا الوعي الكافي، الوعي الكافي كمان لحتى شو ما قالولنا، لأنه هني عم بيساعدوا كتير وعم بيكونوا عم بيروحوا بالشخصي، شو ما قالولنا ما نخلي هذا الشيء أثر فيه. للأسف هو الشخصي أنك تتناول أمه وبيه لشخص أولاده وعائلته، كان عم بيقول كمان هذا الشيء يعني ما خصه فيك تختلف معي بالسياسة واتناقش انا وياك عن الزعيم وعن القائد وعن مين ما كان، بس انه تصير توصل اخر شيء لامي وبي وعائلتي. زلمه عم بيشتري خضره اعتبروه عم يعمل جريمه. ايه فعلا، وفي ملايين الاموال يلي تهربت ما حدا حكي عنها. كميل كمان يعني صار عندك هيدي الحيثيه بين شباب التيار وبين طلاب التيار وبين الكل، انت اذا بدك تناقش شاب مثلك بعمرك تعرض لك مثل كايتك من غير حزب سياسي او من غير راي سياسي، شو بتقله وكيف بتناقشه بهذا الموضوع؟ هلا انا بستغرب لانه حتى من غير احزاب ما عم يتلقوا قد ما اللي نحن اللي عم نتلقاه. هلا لانه هيدي الفتره كانت هيك، كان مفروض الهجوم كله يكون مكرس على التيار وحلفائه، بس اذا انت بدك تكون موضوعي وبشكل معين تشوف اللي مقابلك اذا تعرض للي انت تعرضت له كيف توقف حده؟ انه بوقف حده اكيد انه اذا شخص بعرفه بمنعه الشيء اللي عم بيعمله، بحكي مع شخص اللي تعرض له بفهم انه هالشيء الغلط عم بيتصرفه، حتى اذا وصلت كانت بقلب المدرسه بحكي مع الاداره خليه المشكله تنتهي بيناتهم تما تكبر اكثر. يعني انا مشكلتي اليوم انه انا حكيت كذا مره مع الاداره ما كان في تجاوب من اداره المدرسه، لا وصلت لحديث قصص برات المدرسه، وصلت يعني حتى على الواتساب، وقتها كان كمان في تسكير على السوشيال ميديا، من السوشيال ميديا حتى انتقلت لناس ما بعرفها، يعني لا بعرف لا شو اساميها لا مين اهلها، ما بعرف شيء عنها وما بعرف كيف هن بيجوا بيتعرضوا لي هيك، انه كان اكثر من انه قتلت لهم اهلهم، انه كان ما بعرف شو. طب هدول الاشخاص امل يلي هن بيكونوا متنمرين، هذا بيبقى كاركتير معين، يعني بيبقى عنده هو ضعف كمان بشخصيته ليصير متنمر لحتى يثبت وجوده اكثر. هو اول نقطه فيه بيكون متعود، ممكن يكون متعود على هذا الشيء من بيته، جايب هيدا طريقه التعاطي من بيته، ممكن يكون شايف رده فعل المحيطين حواليه، كمان شايف انه ناس عم بيزقفوا لهم وبرافو عم بيعمل مثلهم، وهو بيكون عنده مثل ما قلت ضعف، يعني بمكان ما عم بفتش على شيء هو عنده وجوده. عنده هو ضعيف فيه، يمكن مثلا منه شاطر، حتى يفرج المجتمع انه انه هو منه شاطر هو الصح، بعود هيدا هي هيدا هي بدل يدرس لك هيدا عاطي كتير أهمية للدرس هيدا شي غلط، فبصير يحط غيره بالمطرح الغلط يلي هو بعتبر انه هو نيجاتيف تيخفف له من قيمة الشي البوزيتيف يلي هو موجود فيه. ما في انسان بيتعرض للتنمر، هيدا لازم نحفظها كميل خليها براسك على طول، ما في انسان بيتعرض للتنمر الا لانه هو بمكان ما بوزيتيف، لو في لو على شيء نيجاتيف ما بيتعرضوا لك بالتنمر، هداك بيكونوا عم بينتقدوك عم بيوصفوا الحالة عم بيقولوا لك إن أنت حالتك هيك أوكي، بس أنت لما بتكون مصدر بالنسبة لهم تهديد لشخصيتهم لهويتهم أنت أحسن منهم، ساعتها بتتعرض للتنمر، وأنت أثبتت للكل إنه أنت أقوى من هيدا التنمر إلى حد ما. بس في فرد شغلة لازم تشتغل عليها، هي إنك ما تعطيهم بقى الأهمية، ما بقى ترد عليهم لأنه هيدا الشيء عم بيبين، ما تجذبهم لأنه يتنمروا. صح، يعني هني عم بيكون في عندهم هالساتيسفاكسيون إنه هني عم بيتنمروا عليك، فما تخليهم يحسوا بهيدا البليزير. حتى بدي أقول شغلة، في تلاميذ حتى كانت تتعرض لتنمر منذ صغارها
لتنتقم على الشيء اللي صار بتصير تتنمر بتصير تتنمر على غيره. بتعودوا على الفكرة. المؤسف انه هو تعرض لشيء مؤذي وعارف قديه ثقيل الشيء اللي تعرض له، بيروح بيعرضها لشخص غيره. ليه؟ انه منك دقت انت، انه ليه بدك تدوق غيرك نفس الشيء اللي انت اكلته؟ كتير مزعجة. أمل، في ممكن أنه شخص تعرض لتنمر يقوم يقرر يقفل باب أوضته على حاله وما يعود يشوف حدا وما يعود يتعاطى مع حدا وما يعود يرد وما يعود عنده واتساب ولا وسائل تواصل ولا شيء من هذا النوع؟ اللي بيتعرض للتنمر الإلكتروني هو كتير بيتضايق من هذا الموضوع، بينفصل عن العالم وممكن يسكر باب أوضته، مثل ما عم بتقولي ممكن يوصل أنه ينهي حياته. في كايات كتير بالعالم صارت انتحروا، وصلوا أنه ينهوا حياتهم بإيدهم لأنه ما عادوا يقدروا يعرفوا كيف بدهم يهربوا من هذا الشيء. بس بدي ألفت النظر لشغلة، نحن بالمجتمع عنا ما عم بيقدروا يميزوا بين التنمر والمسخرة. يعني اليوم أنا لما بدي أقله في عندي كا قدامي حدا منخوره، يمكن مثلا هيك شوي من فوق، ممكن حدا يقله ليك منخورك، هيدا منا تنمر. لما بنعمل فوكس عليه ومصير كل يوم كل يوم كل يوم نكون عم ننتقده بهيدا الشيء، ساعتها بتصير تنمر. ليه؟ لأنه بتصير انطبعت، عم نجرب نطبع له إياها بشخصيته، عم نفرجيه بس النيجاتيف تبعوله. لو فات أني انتقده مرة واحدة هيدا منه غلط. يعني انا اليوم يمكن قاعده مع كميل اقول له مثلا سبوزو صوتك مش حلو، هيدا مش تنمر. بس لما بعمل فوكس اليوم بكره بعد بكره ليك صوتك ليك الايفكت تبعه ليك شو عملت وها ها ها، ساعتها هيدا عم تطبع بشخصيته، عم تنطبع بشخصيته، عم مثل كانه انا عم جرب اقنعه وعم عم بزيده على شخصيته هيدي الفكره، انه قنعته وصدق انه هو هيك، ساعتها صارت الحاله صعبه. يعني انا عم حطم طبعا الهدف من المتنمر انه يحطم الشخص اللي مقابله. اذا كان واعي او مش واعي لهيدا الشيء الهدف عم بيوصل له هو التحطيم. مشان هيك نحن الطريقه الاساسيه هي انه تبلش التوعيه من البيت، تتكمل بالمدرسه بشكل كتير كبير، لانه نحن عم نحكي عن اولاد الكاتيجوري العمريه الصغيره. هلا بعدين لا، المجتمع بشكل عام لازم يكون واعي لهيدا الشيء، لازم يكون في عنا الثقه بالنفس، لازم نكون نحن نعرف وين نكب كلمتنا كيف نتصرف. اهم شيء نجرب قد ما فينا ما نغلط، ما حدا يمسك علينا شيء كرمال ما يبلش ينمر علينا. بس هيدا الشيء على طول انه نحن نحط هالي انه نحن لا ما لازم نغلط، لازم نكون على طول بيرفكشنست وعلى طول ايدياليست، هيدا قديش بتدمر شخصيتنا بزياده. ليك هي مرتبطه الغلط هو الغلط هو يعني هو شيء انساني. كل انسان كل بيغلط. انسان بيغلط وكل انسان بيتعرض ل حتى بشغله بحياته مع اولاده ببيته، انه ليش بدنا نحط الناس بهال انه لا ممنوع تغلطوا انا ما اتنمر عليكم. بمكان ما بدك تمرقي كل شيء بالسنتر تبعولك اللي هو قيمك. يعني اذا انت عم بتغلطي غلطه معتبريتي انت شيء بسيط وانا قيمي سامحت لي فيها، انت ما بتضايقك بشيء ابدا. يعني هي بتقطع على سلم القيم تبعولك. مشان هيك نحن ما بنطمح انه نكون بيرفكشنست ونكون كل شيء على بيرفكشن، نطمح الى حد ما انه نكون نحن راضيين عن حالنا. بما معناه ما نكون عم نعمل جريمه كتير كبيره، لانه للاسف نحن ببلدنا الناس اللي عاملين جرائم وسارقين ونتيجه العالم انتحرت وماتت وعم بتموت من الجوع، يعني ما عم تقدر تجيب مصرياتها من ما عم بياكلوا تنمر. يعني ما حدا عامل فوكس عليهم، بالعكس عم ندافع عنهم شوي. ايه انه رح نوقف البلد كله كرمالهم مشان ما يفوتوا على الحبس. ايه نحن عم ندافع عن الناس هن دمرونا فعليا، هن دمروا البلد، بلد بكامله، شعب بكامله. كميل هلا انت شو يعني كيف عم تتخطى هذا الموضوع؟ عم تكون عم تتابع مع بسيكولوج، عم تكون عم تتابع مع سوسيولوج، مع بسيكياتر، ما بعرف كيف عم بتكون بعائلتك وببيتك وبجوك عم تتخطى يلي عم بيصير معك؟ هلا انا اهلي كتير عم بيساعدوني متفهمين وعم كتير عم بيساعدوني، واخواتي كمان وناس اللي حوالي من رفقاتي، وحتى بدي اتشكر مترو دات سوايا واستاذ جان بول اللي كانوا دائما حدي. جان بول سماحه، وانا كمان بدي اتشكرهم، بدي اوجه لهم تحيه. وحتى كمان شباب من الطيار اللي دائما كانوا حدي وساعدوني خلال هالفتره. هلا انا كثير عم بقرا دوكيومنتات عن هالموضوع، جرب انه اتخطى المرحله، جرب ما بقرد قد قبل، جرب خفف شوي ايام اعصابي وقت اللي واحد يحكيني كلمه مش حلوه بحقي وهيك. هيدا الشيء اللي عم تجرب تعمله، عم تجرب تشتغل على حالك تتحسن بالمدرسة كيف هلأ انت، علاماتك كيف، متابعتك كيف بعد سنتين من التوقف أيضا بسبب كورونا وكل شيء مرقنا فيه. هلأ صحيح شوي تراجعت، بس انه عم نرجع نشد على حالنا، عم نتقدم شوي. باك بريمير بارتي السنة صح. او شو بالسيستام الجديد بريمير بريمير يعني شو ناوي تكفي اختصاص تجربة اي اس في ناوي تروح سوسيو ايكونومي سيانس جنرال سيانس دو لا في شو اس او سيانس ايكونومي وبدي كفي محاماه.
حبالك تكون محامي. ليش؟ هيدا الشيء بسبب يلي تعرضت له، عبالك تدافع عن الناس؟ مزبوط، وخاصة بعد ما مات أودات سوايا ساعدتني السنة الماضي كتير، فحبيت أوقف إنه ساعد الناس كمان بالشيء اللي هن عم بيتعرضوا له وكون دعم لهالشيء. قديش أمل هون بتنطلق من اللي قاله إنه هو حابب يكون محامي لحتى يكون عم بدافع عن المظلوم، عن يلي يمكن تعرض للي هو تعرض له؟ قديش هذا الشيء بيأثر بنفسية الشخص؟ رح أقول لك شغلة، كاميل قطع بمرحلة كتير صعبة وفترة كتير طويلة، يعني نحن إذا منطلع بكاميل من كم سنة لورا ومنطلع فيه هلأ منشوف اختلاف شخص أكيد. جديد. أول ما تعرفت أنا على كاميل، لأنه أنا بعرفه من فترة، أول ما تعرفت عليه كان شيء، هلأ صار شيء تاني. بعد سنة وسنتين كاميل رح يكون شيء ثالث ورابع وخامس وأقوى. يعني بس نشوف الريزلت بعدين، رح نشوف يعني بالنسبة لكاميل، أنا بالنسبة لألي بشوف إنه هو رح يفرجينا ريزلت البوزيتيف ريزلت يلي هو تبع التنمر يلي صار عليه. يعني بعد كل شيء صار فيه رح يقلب ويصير شخصيه، المناعة اللي صارت عنده وقوة الشخصيه، تشبيك العلاقات، الاصحاب اللي عم بيعدلك اياهم يلي صاروا مرفقاته حزبيين معه ويلي هن اكبر منه، يلي صار بيحكي عنهم مثل كانه هن سبورت له، اهله، علاقته، هيدا التشبيك، العلاقه الكتير قوي بينه وبينهم رح يبين ريزلت بعد شوي، بعد فتره معينه، وكل سنه بعدين رح تكون افضل وافضل. يعني انا ما بشوف كاميل بعيد، يعني انا امبارحه من يومين او امبارحه او اول امبارحه عرفت من كاميل انه هو عم بفكر يعمل محامي، لفت لي نظر الموضوع، اكيد ابتسمت انه انا انه، بس ما كنت عارفه انه هو رح يعمل محامي لهيدا الاوبجكتيف. يعني هذا شيء رائع، هو طبيعي دغري تفكر انه لانه قرر انه يدافع عن الناس من سبب يلي هو تعرض له. تخيلي انه كاميل يفتح، بس يفتحوا مكتب محاماه هو كم شخص بس هدفهم يدافعوا عن موضوع التنمر، عن يلي عم يتعرض له. تخيلي المجتمع قديه بصير بألف خير، ويتفقوا معه يعملوا مكتب مثلا، انا عم بعطيك هلا فكره فيك تمشي فيها، بصير في مكتب في بقلبه محامين بسيكولوج وسوسيولوج سبورت لك، بصير مكتب متخصص لحتى الناس. يمكن هذا بيكون اول مكتب بلبنان موجود هيك. صح، ان شاء الله. كاميل، اذا بدي احكي بعد اكثر بالشق السياسي، وبانه انت هلا صار عندك اصحابك ودعمك والاعلام حتى عم يكون عم بيضوع عليك على السوشيال ميديا، هلا حتى على ستوريز كمان في حدا عم بيقول لك برافو بهنيك على كل شيء عم تعمله وعم تقوم فيه، قديش كان بينك وبين نفسك عم بتقول انا ما بدي كفي وما بدي واجه وما بدي قاوم وخلص بدي اسكر على حالي واترك كل شيء يفل ويكمل؟ هلا انا كثير ناس حتى قالوا لي انه وقت لي رفعت شكوى قالوا لي مش حتوصل لمحل القضاء عليه محسوبيات وما بعرف شو. رغم ذلك هلا بقيت على فتره فكرت كثير منيح انه ليه ما معهم حق بركي، انه ليه ما بوقف الشكوى. رجعت بعدين انتبهت انه لا، ما المفروض هيدا حق، ما المفروض اسكت عنه، خصوصا بعد ما شفتها للوزيرة ندى تقدمت هي بشكوى بحق احد الاعلاميين، لانه قام ب احد الاعلاميين اوكي، وكان هو دجا زور حقيقة. فانا قلت انه بمجرد هي قامت بهالشيء، ليش انا ما بتصرف انه بنفس الشيء؟ انه اذا واحد معه حق ليه ما بدي ما بدي ثبت حقي وفرجي حالي انه انا لا قادر اعمل هذا الشيء؟ نعم. يعني شخصيتك هلا في يقول انه رجع عم بيكون شخصيته اكثر واكثر وعم يتخطى هيدا المرحله يلي صارت معه. هيدا اللي قلناه من شوي لما قلنا انه نحن عم نتصرف، اذا مندافع نحن غيرنا عم بيشوفنا. هو هلا اعطانا الاكزامبل والبراف على هذا الموضوع، لما بنكون نحن عم ندافع عن حقنا غيرنا عم بيشوفنا وعم بيرتاح، يعني عم بيخلنا نفسيا عم نعطي سبور للناس اللي مقابلنا. بدي اقول لك شغله، بمرحله معينه كاميل كان عنده بدي جيبك على سؤال سالتيه، كان عنده حالات انه حس حاله فيها انه احبط، كان قلنا انا خلص هدي هاليومين ثلاثه انا ما بقى بدي افتح واتساب، انا مضايق وزعلان كثير، بس بنفس الوقت ما كان عم بيضاين لانه كانوا رفقاته دائما عم بيتابعوه ويجربوا يكونوا حده بهيدي المرحله، لدرجه انه صارت بالاخر انه خلص ما بقى يعملها، يعني حاسس حاله انه هو ما رح يعمل هيك. يعني اذا هو بيشوف في ناس نيجاتيف بحياتك، في ناس بوزيتيف اكثر، هذا هو بيشوف الريتم قد ايه. الفتره اللي كان يدله سوشيال ميديا اوف، كان يقلنا واتساب اوف، كانت تكون كل يومين ثلاثه يرجع يعملها، هلا بالفتره الاخيره له زمان كثير ما عملها، هذا شيء دليل انه هو عم بيكبر، عم يتخطى عم ينضج بالنسبه لهذا الموضوع، صار عم يعني له اقل، وهيدا شيء مع الوقت كمان بده يزيد اكثر، وهو رح يكون اكزامبل لاولاده بعدين، رح يقويهم ولاولاد اخته ولرفقاته لكثير ناس.
العائلة صح. أمل إذا بدي أحكي عن موضوع المتنمر أيضا يلي نحن على السوشيال ميديا يعني تحديدا على التويتر يمكن على الفيسبوك والإنستا بيكون هيك للصور وللترفيه أكتر، بس على التويتر في متركاج مثلا هلأ في متركاج على وزير الطاقة بس يبلش يحكي دغري بلشوا فيه بيتجمعوا عليه بس هو إنسان ذكي أنا بعتبر يعني عم بعرف إذا أنا عم بحلل صح لدرجة إنه صار عم يمشي معهم بالموجة ومش يعني معتبر إنه أنتوا هيك مستوى أسئلتكم أنا هيك مستوى أسئلتكم. لكن فوت وزير طاقة بمطرح عارف إنه هو لغم لقلو بالنسبة لقلو بمكان ما، هو جاهز وعارف إنه ما في شيء راح يفوت عن بروفوندير جواته، فإذا هو جاهز والحمد لله الحمد لله المعلومات. وكانت الحوار اللي صار من يومين هو أكبر دليل على إنه نحن مناظرة تلفزيونية مناظرة اللي صارت من يومين يوم الخميس صح. أكبر دليل إنه نحن إيدينا نضاف بهذا الموضوع سو يعملوا البدنية ويحكوا البدنية. لا بس أنا عم بحكي عن كاركتر وهو قديش استوعب هذا الموضوع مستوعبه من قبل فيس بمطرح إنه فيس إنه أنا عارف إنه هالقد رح أتعرض لتنمر وهالقد الناس عاملة فوكس عليه هو جاهز لهيدا الشيء وبرافو. أنا بالنسبة لي برافو ويا ريت كل الناس بتصير جاهزة لهيدا. طب أنت أمل رأيك بهدول الإعلاميات والإعلاميين يلي هن عندهم يعني ما بدي سمي وما بدي أحكي في ناس عندها كايات ببيوتها عم تتنمر على أشخاص، هيدول عم بيفشفشوا نقاط ضعفهم بهيدا الموضوع؟ عم بيحسسوا الناس قديش هن ضعاف وبيخبوا هيدا الضعف بالتنمر على غيرهم؟ خليني أو بتحويل الأنظار عن غيره. أنا عندي موقف تجاه هذا الموضوع، أنا بشوفهم هولي صراحة الناس اللي كان اللي من خلال أنهم ياخدوا الناس باتجاه ضحكة معين أنا بشوفهم مجرمين، لأنه هن عم بيحوروا عم بياخدوا باتجاه معين الناس عم بياخدوا الرأي العام من خلال الشيء الأجمل بالحياة اللي هو الابتسامة أو الضحكة، عم بيمرقوا معلومات يلي هيدا المعلومات يلي فوكس على حدا معين مثل كأنه عم بينزلوه مثل عم يحكموا عليه حكم إعدام، لأنه النكتة هي أكتر شيء بينتشر بسرعة عن حدا والنكتة هي أكتر شيء والغنية معها كمان يلي تستعمل لحتى نعمل فوكس على حدا، عم بيستعملوا لحتى هن يبينوا بين مزدوجين معلش بدنا نقوله والكل عارفين لحتى هن يقبضوا نصيبهم، لانه هن بالنسبه لهم اكيد هن وسيله بايد حدا معين وقايل لهم اعملوا هيك لحتى نوصل لهيدا الهدف سنطرين معاشهم. كلهم متهانين يعني؟ طبعا طبعا. بس في ناس مش بحاجة تقبض أمل، في ناس مصرياتها كتير أكتر من أنه هي تقبض من الخارج لتعمل هذا الشيء. الأجار تبعهم مش مصاري، الأجار تبعهم هو ديل مع حدا مناصب. معين أو موقف مع حدا معين أو خلينا نعتبر الاجار يمكن هن الساتسفاكسيون طبعا انه يعني هيدا انه نحن الطرف اللي بدي اخذ اكزامبل رئيس اوكرانيا مع كل انا ما بدي فوت بهيدا القصص، بس رئيس اوكرانيا كان شخص ممثل وكان عنده باك جراوند تمثيلي وصار رئيس اوكرانيا من بعد الثورات الملونه يلي صارت بالعالم يلي كان يمكن هدف منها بلبنان يصير مثل ما صار بغير دول وبغير مطار. يعني ارمينيا خسرت جزء من جمهوريه ارتساخ وخسرت الحرب فيها بسبب الثورات الملونة صحيح. فالهدف يمكن أنه نكون ما بعرف إذا بلبنان فينا نوصل لهون لأنه نحن مجتمع متعدد الطوائف صعب ما فينا يمكن نوصل لهذا الموضوع كبيرة. ما هي لحتى يصير في تغير بقلب المجتمع بده يكون في ريزيستانس منا موجودة لحتى تصير كتير بسرعة، فالهدف كان منا أنه يتغير المجتمع إلى حد ما ريزيستانس كانت قوية. وأنا بقول لك ما بيشبه شعبه بلا ما هو المجتمع هو مجموعة من الأشخاص يلي هن متعددين يلي هن عندهم هيدا القيم هيدا الستركشر، لكن ما قادرين يقضوا على المجتمع اللبناني غير من خلال انهم يقضوا على القيم الموجودة فيه. مش هيك طلع أقوى شوي وبقيت هيدا القيم موجودة صح. بس كورونا لعبت دور، يعني اليوم نحن لما قطعنا بمرحلة كورونا كورونا لعبت دور لأن بعدت الناس عن بعضها، السوشيال لينك بين هود الناس خف كتير مشان هيك القيم بلشت شوي تكون إذا بدك مزعزعة، مشان هيك قدروا يتخطوا قدروا يتخطوا هيدا الحاجز يلي هو الحاجز الاجتماعي القيمي. بس إلى حد ما لا ما قدرين، يعني اليوم لما نرجع منشوف ناس نزلوا وقالوا نحن نزلنا ب 17 تشرين وشفنا أنه لا ما هن ضحكوا علينا، لبناني ما أنه غبي وين ما بتكبيه، لبناني ذكي يعني قادر حتى يعمل مش في حرب بتصير ما بعرف بأي بلد بالعالم ببلد كتير بعيد لبناني بيحاولوا لضحكي وبيستفيد منها وبيعيش على أساسها، لبناني ذكي منه غبي وخصوصي لأنه هو يمتثل لشي كتير مهم، هو ناطر المجتمع اللي حواليه شو بده عقابه شو ثوابه شو، يعني هو المجتمع اللي حواليه هو اللي عم بيلعب الدور. مش هيك بقلك انه يمكن الى حد ما كورونا لعب الدور انه خففت هودي القصص، بس كمان بس خلص رجعنا اللعنة ويبدو انه القيم عنا عم تغلب اللا قيم ولا اخلاق لو بعد المناظر اللي عم نشوفها بعدها مستفزة. صحيح صحيح. كميل انت شو حابب توصي الرسالة من كل يلي تعرضت له قبل ما انا اختم بعد
بعد حوالي 5 دقائق. شو الرسالة يلي حابب توصلها؟ حابب وصل لكل شاب وصبية عم تعرض مثلي للتنمر انه اولا يجرب ما كتير يرد على الناس اللي عم تتنمر عليها، يحكي مع اهله مثل ما قالت مدام امل، ينحكى مع اهله تا يكونوا هن دعم لإله، وما يفكر ابدا بالانتحار، شيء منه ابدا منيح لا لإله ولا حتى للي حواليه. وبحب اتوجه كمان للتلاميذ اللي مثلي منتسبين للتيار، بحب اقول لهم شغله انه يكونوا مثل قياداتنا، انه لو شو ما صار يضلهم يكفوا بالشيء اللي عم بيعملوه وما في شيء بيوقفنا. ما في شيء بيوقفكم. ولمين ما انتموا؟ خلينا نحن هون بموضوعية نحكي انه لمين ما انتموا ممنوع التنمر. أكيد. ممنوع الاختلاف السياسي يوصل لانه ندمر حياة شخص مين ما كان. مش هيك، لانه نحن ما بنقبل هيدا الشيء على حيالله حدا من الاشخاص، ما بنقبل على الغير انه نحن ما بنكون عم ندمر اي شخص. وبعتقد مش من قيم التيار انه يدمر او انه يكون عم يعمل بولينج على غيره، مع انه بمطارح نحن امل يعني في بعض كمان الجيش الالكتروني والجامعات بتشطح بمحل ما. هلا يمكن ردا ما بعرف اذا الهجوم هو افضل وسيله للدفاع صار، ما بعرف كيف بتفسريها هيدي. لا هو يمكن بطريقه موضوعيه مش كمنتسبه للتيار، هلا بطريقه موضوعيه. هي الفكره شو؟ هن عم بيشوفوا مقابلهم، يعني هن مهددين من هيدي النقطة. ريفلكس تبعهم، مش كل الناس ممكن يكون الريفلكس تبعهم انه انا اكبر من اني جاوب، في ناس بيكون الريفلكس تبعهم انه انا داوني بالتي كانت هي الداو، يعني انا بدي جاوب بنفس الطريقة الى حد ما. بس احنا لنشوف اذا بدي اطلع بكل هالتكوين بقلب مجتمعنا وشوف قدي نحن تعرضنا، وبالمقابل قدي غيرنا تعرض من قبلنا، بشوف انه بعده برسنتاج كتير صغير. يعني معلش انه ما فاتوا بالشخصي، ما ضايقوا فيه، منهم بلا في حد ما، يعني باي احزاب وباي مجتمعات في ناس ممنوع، في ناس ما عندها يعني ما عندها هاي الايام، وفي ناس عندها هاي الايام. ما فينا نعمم هذا التعميم المرفوض وين ما كان، تختلف. بس جنرالمون اذا انا بدي احكي بالعموميات، اذا بنطلع بالبرسنتاج يلي من هيدا الميله برسنتاج من ثاني ميله بالتنمر، بنلاقي كثير اقل، كثير اقل بالنسبه لنحن استهدفنا. يعني كانت الاساس المعركه ضدنا هي التنمر للأسف، وبمكان ما أنا بشوف أنه هذا الشيء قوينا كتير. يعني صار عندنا الجرأة كلنا سوا نطلع وين ما كنا ومين ما كنا وبأي وظيفة اللي كنا، نوقف على يمكن أنا بقول على رأس السطح على الطريقة اللبنانية ونقول انتمائنا، وخلينا صورة الرئيس عنا على بروفايلاتنا، وخلينا ودلينا نقول أنه نحن تياريين، نحن عونيين، نحن مع الجنرال ومع مع الوزير باسيل، نحن ناس هيدي مبادئنا. بس يلي خاف ووقع هو وين ما كان في خوف، بده يخاف وين ما كان يكون، بده يخاف. الإنسان اللي بيخاف هو بطبعه رح يكون وين ما كان ويخاف. اولادنا رح يكونوا براود اكثر بكثير اذا كنا نحن محافظين على موقفنا من انه نحن نكون خفنا وقعدنا على جنب. 100% رح يتعلموا يكونوا مثلنا. بدي اقول لك انه لبنان بيساعدنا كلنا، نحن منا بحاجه ندمر قيم بعضنا اجتماعيا وانسانيا لحتى حدا منا يوصل. ما هو اذا فرد واحد وصل بطلنا ديمقراطيين، صار البلد فيه حزب واحد، نظام الحزب الواحد بدل على عدم الديمقراطيه، هو نظام قمعي توتاليتاري. نحن ديمقراطيين، لبنان بيساعدنا كلنا، وهي التعدديه مش غلط انه نكون نحن موجودين كلنا سوا. هو وطن الرساله يلي سماه البابا يوحنا بولستاني اليوم ذكرى وفاته. البابا القديس يلي قال انه انتم مش بلد، انتم رساله، انتم رساله حضاره وطلاقه ومحبه. صح. ولبنان ما بيقوم الا بكل طوائفه وبكل مقوماته وبكل هيدا التعايش اللي هو مثال لكل العالم. نحن لما بنكون قاعدين على طاولتنا، نحن العونيين الاكثر ناس بنكون قاعدين على طاولتنا، بنكون من كذا طائفه موجودين مع بعضنا، وما حدا منا بيسال الثاني شو طائفته، بنكون موجودين على طاوله واحده ومنعايد بعضنا ومنعيش كل تفاصيل والعادات وتقاليد بعضنا بشكل كتير موضوعي وحلو وجميل. ليه ما بيكون لبنان كله سوا هيك؟ بدليل التفاهمات اللي انجزها التيار الوطني الحر من تفاهم مارب خايل وصولا لكل يلي الرئيس العماد ميشيل عون حاول يحتضنهم ويكون حدهم، واللي قال بكانون الثاني 2018 انا بسامح حتى يلي اساءوا لعائلتي ويلي اساءوا لي بالشخصي. يعني قديش مطلوب كميل انه نتسامح كمان وانه نحن ما نجلد الاخر كثير، يعني خاصة حتى قلنا إياها بالمؤتمر الصحفي الوزير باسيل إنه كبوا ورا ظهركم، يعني شو ما صار لو حتى بينت الحقيقة ما نروح نحن نتصرف مثل ما هن تصرفوا معنا، بس نبين حقنا. أكيد. يعني مفروض أنت كنت تبين حقك، وهذا الشيء اللي خليك أنك تتخطى كل المراحل الصعبة يلي وصلت لها. صح.
أمل بعد عندك كلمة بدك تقوليها قبل ما نختم؟ أنا بدي أقول للكل بليز كونوا قوية، تنمر أي حدا خاصة بده يحكي للولاد كلمة يعني. يس بليز يس بليز الولاد بالأخص، وأنتم كأهل انتبهوا لهيدي الفكرة، بعتقد كاميرتي قلتي لي هون صح. أوكي بليز انتبهوا من هيدي الفكرة، لأنه إذا أولادنا تعرضوا لأي شيء فيهم يتنمروا عليهم سياسيا، فيهم يتنمروا عليهم بس لأنه حاطين عوينات على عيونهم. المتنمر هو حدا مؤذي، خلينا نكون قوية، وأهم شيء لما بنسمع كلمة إذا الكلمة ما عجبتنا ما نفوتها لجوا، نكبها من برا قبل ما تفوت لجوا من نحن ونصغار، إذا تعودنا على هذا الشيء نقطع كل حياتنا مرتاحين. كميل آخر كلمة بتحب توجهها لكل الشباب اللي مثلك ولكل الأولاد اللي عمرهم 7 و8 وخاصة بالأدوليسانس أو يعني مرحلة المراهقة اللي هي أكتر شيء بتكون حساسة للولد وعم يتعرضوا للتنمر؟ أنا بقول لهم مثل ما قلت سابقا أنه جربوا قد ما فيهم يتخط يعني يحكوا مع أهلهم بهالموضوع، يفشوا خلقهم. يعني أيام في ناس بتتسمع للموسيقى بتروق أعصابها، في ناس في ثيرابي معينة لكل إنسان. نعم يعني بالنهاية الحقيقة بدها تبين شو ما كان، فحتى لو شخص تنمر على التاني مفروض الشخص التاني يصبر، يكون عنده الصبر، وحتى إذا أيام يقدر يقول له وقف محلك ما يقوله ما يتردد. بتنصح كميل قبل ما أختم أنه يقروا الناس، نرجع لثقافة القراءة بدل ما نكون عم نقضي كل وقتنا على وسائل التواصل؟ أكيد أنا حتى بشجع الناس لتلاميذ من عمري حتى يفوتوا ويقروا الدستور تيعرفوا شو هن حقوقهم وواجباتهم، حقوق وواجباتهم، لأنه بالنهاية اليوم ما بنقدر نكفي نتعايش سوا بمجرد واحد بعده بيعتبر حرية التعبير هي شتيمة أو مجرد شتيمة هي انه عم فش خلقه او القتل او هيك هي حرية، هي هيدي ابدا هيدي مخالفة دستورية. الحرية سقف الحقيقة وحريتك بتوقف لما بتبلش حرية الاخر. انا بدي اتشكركم على هالحلقة مشاهدينا، انا بدي اتشكر متابعتكم ايضا، انا بلتقيكم الاسبوع المقبل. وفعلا التنمر هو ظاهرة من ابشع ما يكون من يلي صار. تحية كبيرة لمراسلي ومراسلات الأو تي في يلي بعدهم معنا ويلي غادرونا ولكل يلي تعرضوا للتنمر. وأنا قبل ما أختم بدي أتوجه بأحر التعازي لمدير الأخبار والبرامج السياسية بالأو تي في الزميل جاد أبو جودة ولعائلته بوفاة المثلث الرحمات المطران جورج أبو جودة يلي كانت مراسم دفنه حوالي 2 ساعة اليوم. وطبعا بدنا نقول أنه أكيد نفسه بالسماء والمسيح قام. أنا بلتقيكم الأسبوع المقبل، ليلة هادية وبرامج ممتعة برفقة الأو تي في، وإلى اللقاء.